السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي واينت. مشاهدينا الكرام، اعذرونا للانقطاع خلال اليومين الماضيين نظرا لمروري بوعكة صحية، والحمد لله تجاوزت هذه الوعكة، وها أنا دا أعود إليكم من جديد لعرض منشوراتكم وأيضا تغريداتكم التي كتبتموها على حوائطكم في مواقع التواصل الاجتماعي حول الكثير من القضايا والأحداث. اليوم لدينا مواضيع أو تغريدات ومنشورات كثيرة حول موضوع ثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي كانت بالنسبة لليمنيين عيدا، والتي ما تزال عيدا يحتفل به جميع أبناء الشعب اليمني سواء من شمال الوطني أو من جنوبه. نتابع الكثير والكثير من المنشورات والتغريدات التي كتبها العديد من رجال الدولة والعديد من السياسيين والعديد من الناشطين والناشطات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن بعد فاصل قصير تكرما ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن مثل يوم 14 من أكتوبر العام 1963 انطلاق الشرارة الأولى للثورة في جنوب وطننا الحبيب ضد المستعمر البريطاني بقيادة راجح لبوزة والعديد من الأوفياء لهذا الوطن الغالي، سواء كانوا من شمال الوطني أو من جنوب. الجميع اشتركوا، الجميع اختلطت دماؤهم لتحرير جنوب الوطن من المستعمر البريطاني، والذي يعني جثم على صدر أبناء الجنوب لأكثر من 129 عاما، إلى أن أتت هذه الثورة المباركة بمشاركة جميع أبناء الوطن من شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وتم دحر الاستعمار البريطاني الذي كان يمثل قوة كبيرة في ذلك الحين، إلا أن إرادة الشعب كانت أمام هذه تلكم الأحلام، وسطروا حينها أروع ملاحم البطولة والفداء، وتم تطهير الوطن، جنوب الوطن الغالي، بمشاركة الأوفياء لوطننا الحبيب. الثورة المباركة التي تعتبر سندا، والتي تعتبر الوجه الآخر لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، هي إن أجدنا الوصف الثورتين، سواء كانت في شمال الوطن أو جنوب، 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر تعتبران بمثابة الشهادتين. فال 26 سبتمبر كان هنالك رجالا أوفياء من جنوب الوطن شاركوا في يعني القضاء على الإمامة في شمال الوطن، وكذلك أبناء الشمال شاركوا أخوانهم من أبناء الجنوب في دحر الاستعمار البريطاني. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع الكثير من المنشورات وأيضا التغريدات التي تحدثت حول هذه المناسبة وحول هذه الثورة التي كانت مرحلة مفصلية في حياة جميع أبناء الشعب اليمني، بداية بتغريدة للقائد طارق محمد عبد الله صالح من جبهة الساحل الغربي، الذي قال: في ذكرى أكتوبر التحرير نستذكر نضالات الأحرار وتضحياتهم وأهدافهم العظيمة، ونعيد تقييم أداءنا في سبيل هذه القيم، خاصة ونحن نواجه الأطماع الفارسية التي تسعى إلى تحويل اليمن لخنجر إيراني ضد أشقائه. أكتوبر دعوة وطنية قومية في مواجهة عدونا المشترك جنوبا وشمالا. إذن مشاهدينا الكرام، رغم المحاولات الحثيثة من قبل جماعة الحوثي لطمس هذه الثورات، سواء يعني على وجه الخصوص ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر المجيدة، إلا أنه أبناء الشعب اليمني تجد في قلوبهم وفي أنفسهم وفي دمائهم حب هذه الثورات، كونها كانت منقذة لجميع أبناء الشعب اليمني، كونها كانت يعني مرحلة مفصلية في حياة أبناء الشعب اليمني، ونقطة حولتهم من حياة الظلم والظلام والاستعمار إلى حياة الاستقلال والحرية والوحدة والديمقراطية. فبالتالي هذه المحاولات الحوثية الحثيثة تواجه بحب شديد من أبناء الشعب اليمني المنتمين لثورة 14 من أكتوبر وثورة 26 من سبتمبر، وكأنهم يشكلون حاجزا منيعا وسدا رفيعا ضد الأحلام والمخططات القاضية يعني جعل أبناء الشعب اليمني يعيشون في فرقة وشتات مثل ما كانوا عليه قبل ثورة قبل العام 1990.
أيضا الشيخ عوض عارف الزوكا مشاهدينا الكرام كان له رأي حول هذه الثورة العظيمة، حيث كتب على صفحته في الفيسبوك وقال: الرابع عشر من أكتوبر كان ولا يزال هذا التاريخ خالدا في ذاكرة اليمنيين، هي ذكرى إشعال فتيل الثورة من جبال ردفان ضد الاحتلال البريطاني، وهي دليل واضح على أن اليمنيين لا يقبلون المشاريع الدخيلة، وبإذن الله قريبا سيتحقق النصر وتعود الجمهورية اليمنية حرة أبية بفضل الرجال الصادقين والمخلصين وبفضل الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل القضية اليمنية الرافضة للمشروع الإيراني الحوثي. أما الشيخ صالح أبو عوجة فكتب وقال: بمناسبة عيد الثورة اليمنية الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والخالدة، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الخالدة في ذكرها 58، والذي سطر فيها الشعب أروع البطولات لدحر المستعمر البريطاني البغيض من جنوب اليمن الغالي. رحم الله الشهيد راجح غالب لبوزة وكل الشهداء والجرحى، وكل عام وأنتم بخير. إذن آراء مختلفة وكذلك يعني تغريدات عديدة ومنشورات كثيرة جدا وصلتنا مشاهدينا الكرام، والتي تحدثت حول هذه الذكرى وحول هذه الثورة التي يحتفل بها جميع أبناء الشعب اليمني سواء من شمال الوطن أو جنوبه أو شرقه أو غربه، رغم أن هنالك يعني بعض وإن لم إن صح التعبير فهنالك محاولات حثيثة من قبل بعض الجماعات لطمس هذه الثورة وطمس معالمها ويعني إنهاء حبها من قلوب ونفوس اليمنيين أجمع، إلا أنه أبناء الشعب اليمني يحتفلون رغم الجراح ورغم الآلام ورغم ما يمر به الوطن من مآس وأحزان. جماعة الحوثي مشاهدينا الكرام تسعى بكل السبل بكل ما أوتيت من قوة لطمس أي ثورة يحتفل بها أبناء الشعب اليمني، لطمس أي ثورة أعادت الحياة والحرية والانعتاق لأبناء الشعب اليمني، وتسعى لفرض ثوراتها وتسعى لفرض ما يسمى بأعيادها على الشعب اليمني بقوة سلاحها، بل وتسعى بكل بجاحة يعني إدخال هذه النكبات الخاصة بها في المناهج الخاصة بأبنائنا وبأطفالنا. أيضا أمين الوائلي كتب وقال: المجد لثورة الرابع عشر من أكتوبر العام 1963، المجد والخلود لرواد وقادة ثورة التحرير، لرمزها وشرارتها وطلقتها الأولى وشهيدها الأول راجح لبوزة ورفاقه، لوقود الثورة وجنودها وأبطالها المجهولين، للنساء والرجال والشابات والشباب والعمال والفلاحين والمثقفين والتجار والفنانين، لكل دم وعرق في مرجل الثورة. وإليكم منشورات وتغريدات العديد من الناشطين الذين كان لهم آراء مختلفة مشاهدينا الكرام، بداية ببدر الحميري الذي قال: الرابع عشر من أكتوبر هي الثورة التي قضت على الاستعمار الأجنبي والمستبد، خرج يومها الأبطال والأحرار والأدباء والمفكرين، انتفضوا في ليلة وضحاها ضد الاستعمار، حاملين أحلام العيش بسلام وأمان تحت راية واحدة الجمهورية اليمنية. أيضا جمال جرفوش كتب وقال: أطلت علينا ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، ولها من الذكريات والشجون ما رسم في أعماق الوجدان والذاكرة شريط طويل لا يمكن أن ينسى لمن عاش هذه الفترة الملحمة التي جاءت من نبع وطني بعد إرهاصات ومخاضات عسيرة. لقد كانت بحق ثورة شعبية وطنية شارك فيها جل الشعب وقدم تضحيات كبيرة متصديا بكل عنفوان وفدائية لجبروت أعتى وأقوى دولة استعمارية بريطانيا العظمى التي كانت مستعمرتها لا تغيب عنها الشمس وأجبرتها على الرحيل منكسرة ومنهزمة بقوة كفاحه وتضحياته، وسيخلدها التاريخ لأنها أعادت الاعتبار لشعب لا يمكنه أن يرضخ أو يستسلم لبقاء دخيل أو مستعمر على ترابه الطاهر. وبمناسبة الذكرى 58 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، كل عام وأنتم بخير. أما دليل الشميري فكتب وقال: الرابع عشر من أكتوبر يوم تحرير الأرض والإنسان،
تشرق شمس اليمن الحرية من الجنوب بعد أن أشرقت شمالا وتغيب الإمبراطورية. 14 من أكتوبر العام 1963، بطولة شعب قهرت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. أما مراد القعيشي فكتب حول الثورة، هذه الثورة العظيمة والمباركة، وقال: قبل قيام ثورة 14 من أكتوبر العام 1963، كان أبناء الجنوب يحاولون القفز على الواقع المؤلم الذي يفرضه وجود الاستعمار البريطاني، فبدأوا بالتصعيد المعبر عن رفضهم لوجود المحتل. وبوعي ثوري أدرك الأحرار من أبناء اليمن شمالا وجنوبا أن الكفاح المسلح خيارهم الوحيد لنيل الاستقلال غير المشروط. إذن بالفعل مشاهدينا الكرام، كان قبل انطلاق هذه الثورة وقبل انطلاق شرارتها من جبال ردفان، كان هنالك يعني البدايات لهذه الثورة التي مكنت الأحرار والتي مكنت الأبطال من شمال الوطن وجنوبه للانتصار على المستعمر البريطاني. أيضا عبد الله سعدين كتب وقال: بمناسبة عيد الثورة اليمنية 14 من أكتوبر المجيدة والخالدة، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في ذكراها 58، والذي سطر فيها الشعب أروع وأنصع البطولات والمآثر الخالدة والشجاعة لدحر المستعمر البريطاني البغيض من جنوب اليمن الغالي. ونترحم على روح الشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة وكل رفاقه الشهداء والأبطال الجرحى والمناضلين والمقاتلين الثوار، كل عام وأنتم بخير. أما علي حنظل فكتب وقال: مساءكم أكتوبري خالص، تهانينا بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر العام 1963، فالمجد والخلود والشموخ لسبتمبر وأكتوبر وجمهوريتنا التي هي مصدر فخرنا واعتزازنا وكبريائنا بين الأمم دائما وأبدا. أكتوبر مجيد وكل عام وأنتم بخير، والوطن في عز وشموخ. إذا مشاهدينا الكرام، نحن نحاول جاهدين أن نقرأ التغريدات وأيضا المنشورات بشكل سريع نوعا ما، نظرا لكثرة المنشورات وأيضا التغريدات ولكثرة ما وصلنا من آراء للعديد من الناشطين حول هذه المناسبة وحول هذه الذكرى، والتي يعني اتفق جميع أبناء الشعب اليمني بأنها ذكرى خالدة وبأنها تجري بمجرى دم أبناء الشعب اليمني أجمع من شمال الوطن إلى جنوبه، الكبير قبل الصغير يحتفي ويحتفل بهذه المناسبة والذكرى العظيمة، مثلما يحتفل أبناء الشعب اليمني بذكرى وثورة 26 من سبتمبر ولها يعني أهميتها في قلوب ونفوس اليمنيين، يحتفلون بهذه الذكرى التي شارك فيها جميع أبناء الوطن من شماله وجنوبه، والتي كانت مرحلة للانعتاق ومرحلة للحرية وبداية مرحلة للدخول في يعني الأمن والأمان والاستقلال والحرية. أيضا أم الخير عبد الله كتبت وقالت: تهانينا بمناسبة العيد 58 للثورة 14 من أكتوبر المجيدة، فالمجد والخلود والشموخ لسبتمبر وأكتوبر والجمهورية التي هي مصدر فخرنا واعتزازنا وكبريائنا بين الأمم دائما وأبدا، كل عام وأنتم بخير. نختتم مشاهدينا الكرام بمنشور لمحمد عبد الله السراج الذي تحدث حول هذه الثورة وحول هذه الذكرى العظيمة وقال: ثورة 14 من أكتوبر هي امتداد لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، وإحدى ثمار التضحية والكفاح للأبطال السبتمبريين من أجل تحقيق أهم أهداف الأهداف الاستراتيجية للثورة اليمنية، وفي مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار واستعادة الهوية اليمنية للجنوب المحتل. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا هو آخر منشور لنا في هذه الحلقة، بالطبع بإذن الله تعالى وإن أتيحت الفرص سوف يكون لنا أيضا العديد من المنشورات وأيضا التغريدات المتحدثة حول هذه الذكرى العظيمة. مثلما عودنا حضراتكم مشاهدينا قبل توديعكم، هنالك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نتابعه من ثم نعود تكرما، ابقوا معنا.
الأحرار برا يا استعمار من أرض الأحرار برا يا استعمار من أرض الأحرار برا يا استعمار من أرض الأحرار برا ولا الليل يكويك التيار برا ولا الليل يكويك التيار برا يا استعمار من أرض الأحرار إذن مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا. بإذن الله تعالى نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير. دمتم ودام الوطن بألف سلامة وعافية. إلى اللقاء.